لو الحكاية فيها إن فيجو في قرار امبارح بالتحفظ على امواله. سمعت القرار؟ ايه رايك في القرار؟ والله هو قرار ممكن يكون يعني هما شايفه ان هو صح، لكن شايفين ان هو راجل محترم يعني بيستحقش كده. مش عارف صراحه، والله مصدومين ان احنا شفنا قرار زي. اعتقد جميع الدنيا كلها بتقول لك ان القرار ظالم، وان الراجل يعني من الواضح انه مالوش في اي حاجه، ولكن معروف ان هو قرار سياسي يعني. بعد ثورة يناير بالتحديد بقاله رأي سياسي في المنطقة، أو بيدعم حد بعينه ببوسترات، أو بيدعم ماديا لفصيل معين ضد فصيل تاني، ولا هو حضرتك ما كانش بيدعم أي حاجة سياسية؟ اللي كان بيدعمه حاجة واحدة، المساجد اللي هنا في ناية كان في الصيف كان بيجوزها بالتكييفات، هي دي الحاجة اللي كان بيعملها لله. ما كانش بيدعم حد سياسيا ولا بوسترات، ولا كان اسمه حتى بينزل على صورة، ولا كان بيدعم حد باسمه، ولا كان بيجي ناقيه هنا الا عندي الحاجه بس عشان خاطر ايه والده ووالدته اللي هم مسنين وبيجي يشوفهم. ما كانش بيحضر افراح حد في قرايبه، كان بيجي العزا فقط لا غير. والله انا رايي انا ان انا اعرف ان هو مالوش دعوه بالاخوان ولا له صله بالاخوان خالص. احنا ناس عاديين وما لهمش دعوه بالكلام ده، مش في المواويل دي. مالوش لا بالاخوان ولا بالاخوان. المسجد محتاج حاجه بيعمل، المسجد عايز حاجه بيجيب، المسجد محتاج تكييفات بيجيب له. هو كان ملتزم دينيا بس زي كل الناس، بيصلي ويعرف ربنا وخير، خير زياده عن اللزوم يعني.